معادلة ميركل ترامب كانت في كثير من الأحوال معادلة نتائجها تكون ندية خلافية، فماذا عن المعادلة الجديدة شولتز بايدن؟ نعم، أهلا بك وبمشاهديك الكرام. في الحقيقة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز هو كان عضو في حكومة ميركل السابقة ونائب المستشار، كان هو وزير المالية، وهو يعني كان يعني يمثل يعني الحكومة ويعني يوافق على السياسة الخارجية، يعني السياسة الخارجية الألمانية في الحقيقة لم تتبدل كثيرا إلا يعني بشكل غير جوهري طفيف. يعني وزير الخارجية الجديدة تحاول أن تضع بصمات جديدة في علاقات ألمانيا مع الصين وروسيا، ولكن العلاقات مع الولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية طويلة المدى، وكل الأحزاب الألمانية ملتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية. لكنها لم تكن أبدا على ما يرام يا دكتور بارق في عهد ميركل، لم تكن أبدا على ما يرام. يعني نعم نعم صحيح، هو ترامب يعني كانت علاقته ليس فقط بألمانيا ليست على ما يرام، وإنما مع معظم شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو. يعني ترامب خرج عن السياسة الأمريكية التقليدية، وهي التشاور مع الحلفاء والتنسيق معهم، ورفع شعار أمريكا أولا، يعني مصلحة أمريكا تأتي قبل مصلحة شركائه الغربيين. طيب، وطبعا هذا أدى إلى نوع من الـ الـ يعني الـ خلاف. المشاكل بين نعم، أمريكا وحلفائها على السواء، ليس ألمانيا فقط. طيب اسمح لي يا دكتور بارق، عذرا على المقاطعة، اسمح لي أن ندخل في بعض التفاصيل. مثلا نرى ما هي طبيعة المشاكل التي كانت موجودة ما بين ترامب وميركل، والآن كيف سيتصرف فيها شولتز. مثلا فكرة الاتحاد الأوروبي، ترامب كان يقول أو كان يرى أن ألمانيا تتنعم سياسيا بالاتحاد الأوروبي لكنها لا تدفع الثمن أبدا في حصة الدعم العسكري. مثلا طلبها أكثر من مرة بأن تزيد من ميزانيتها لتسليح الناتو. الآن ماذا سيتصرف أو كيف سيتصرف شولتز في هذا الأمر؟ في الحقيقة ألمانيا وبقية الدول الأوروبية وافقوا على المبدأ العام، وهو المشاركة في التمويل العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الخلاف بحسب متابعتي تم التفاهم عليه في زمن ترامب، ولا أرى أي مشكلة حاليا. ألمانيا وبقية الدول تسير نحو رفع إنفاقها العسكري في إطار الناتو كما هو متفق عليه سابقا. يعني ترامب لم يأتي بجديد، هو ذكر ألمانيا وبقية الدول بتخلفهم عن الالتزام بهذا المبدأ. طيب أنا أرى مشكلة حاليا في هذا الميدان بين المستشار الألماني الجديد وإدارة بايدن.